اسألهم ما هي أركان الإسلام. ركن الإسلام مين من بكان؟ خمسة. الأول. تيموي. تيموي صوت شهادة. صوت بي كلمة. الثاني. الصلوات خمس مرات. نعم. إيتاء الزكاة هذا الثالث. نعم. صوم شهر رمضان. شهر في السنة. نعم شهر واحد في السنة. تمام. الخامس. حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. ما شاء الله.